السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله الكل بخير. اليوم فيديو جديد بوقفة العصر بسوق بغداد جديدة، راح نصور لكم الحيوانات الموجودة هنا وإن شاء الله تنال إعجابكم. تحياتنا لجميع المشتركين الطيبين، أخوكم محمد الزبيدي من قناة محمد تي في، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. هذا النيل كمرليات الزوج على 30,000. أي زوج يعجبكم سعره 30,000. تور أمهات عيون السود زوج على 20,000. أمهات عيون البيض زوج 14,000. هذا النيل زوج 15,000 حمر. لأني أراف الآلات زوجهن 20,000. طيروا فحل أخويا، طيروا فحل. هذني حبريات لبخ بيدني ب50، هذني ب50 حبريات لبخ يسمونه. وهذني شذاري بزارق، هذني بزاري 34. 34 طبعا هاي هنا طيبين متابعيني دول اتشرف فيهم، طيبين على الراس. هذني 34 ب30,000، وهذني زوجهن 50، وهذني زوجهن 20. هذا الديك الاسباني سعره 20,000. دجاج الشعر الأسود الزوج 40,000. هاي الدجاجة 20,000، وهذني زوجهن 40,000. هذني البيض زوجهن 35,000. هذا الديك وهاي الدجاجة براهمة زوجهم 85,000. هذني تلقوهن بمحل صباح سوق بغداد جديدة. تدلل نخلي الرقم التليفون مالتك صباح، تدلل عيون لك نخلي رقم تليفونه مع باقي الأرقام هاي على التبزير. هذا النيل إبراهيم ب85,000. تلقوهن بمحل صباح، وهاي الهراتية ب35,000 تركي. وهذا النبي ذن الإبراهيم اثنين. هذا النبي 85؟ زوج الإبراهيم 85,000. وهذا الكوجن الشعر بيش هذا ب25؟ هذا ب20,000 الكوجن الشعر. وهذا الدجاج على شقد؟ زوج 25؟ هنا الزوج 25,000. دجاج عربي. هذني الأرانب زوجهن 15,000. هذني دجاجات عربيات زوجهن 25,000. والجواب ألف. هذني زوج 2000، هاي تتاكيد كبار مال المصلحة. وهذني 2000؟ هذني 2000، الصغار 2000 والكبار زوج 2000. وهذا الوردة وياهن حبيبي.
الله يرزقك يا طيب، الله يرزقك. جو السوق حبيبي ذهب ذهب ابو العصافير ذهب. هذا اني اي زوج يعجبكم سعره 20,000. امهات عيون سود صور، امهات عيون سود بهن دارسيني بهن رماني بهن شذريات. هاي نفس السعر، هاي الفحلة، هاي الفحلة، وهاي الطواير. هاي احنا صورنا طواير بالبداية، قلنا على مصور طبعا انا زعلت على الراس على الراس. هاي هنا الفحلة، احب نلاطفكم انتم طيبين ان شاء الله، الله يحفظكم. هذني الفحلة خدمتكم، هذني الفحلة مالتهن وذني الطواير. طبعا الفحلة شو احسن اكثر من الطواير، نفس العدد مساويات مساويات ها كمين. هذا اللي ايضا طواير، يعني ب 20,000 بيعه وحده لو يلزق من عادي بيعه وحده. هذا اللي بيعه وحده، هاي طواير هنا وهنا طواير، وهاي الفحله. هذني اسباني ذهبي، هذني دجاجتين، وهذا الديج سعرهن 75,000. 75,000 ذني هذا الديج وهذني الدجاجات. هذني ثلاث ديوتشة وثلاث دجاجات اسبانيات، العدد ستة. ثلاث ديوتشة وثلاث دجاجات اسباني. الزوج 50,000. وهاي الدجاجة العربية سعرها 15,000 وحدها. هذني دجاج قطني شعر 5 أصابع، 2 دجاجات و 2 ديوتشة، الزوج 75,000. هذني 4,150,000. هذا السمان تلقوه محل ابو عباس، الزوج 5,000. اي زوج يعجبكم سعره 5,000. هذني الهراتيات تلقوهن محل ابو عباس، العدد 3، 75,000. دجاج هواتي 3، 75,000. هذا ديتش الاسباني سعره 20,000. اي نحكي لنا عليه هذني شنو؟ هذني بلجيكيات. ليش الزوج؟ الزوج ب10. بيعه وحده؟ لا تبيع عادي مفرد، هاي عادي. جملة لو مفرد عادي؟ جملة مفرد نبيع عادي. اي زوج يعجبكم سعره 10,000. اي ذني حلوات بلجيكيات. طواير بحلة؟ طواير وبحل. عاش تيدك. كلهن مزاوي. الله يرزقك. كلهن مزاوي حلوات. الله يوديك. الله يحفظك. هذني تور. وين هذني؟ اي احكي لنا ذني شنو ذني؟ تور ذني؟ اي وياها الطيره الحمراء هاي ب5. بيت ذني الحمراء ب5 والتور.
همسه شوي ها، والدور على 5 تك. تك على 5؟ تك على 5. اي تك يعجبكم هنا سعره 5000. 5000. صور لنا ابو جواد. صور ثواني. غني على شقد الطيور. غني على 3 مال ابو جواد. هذا ابو جواد، هذا راعينا، هذا راعينا ابو جواد. هاي بثلاثه وهاي بالفيه. هنا زوج بستة. زوج بستة. تك بثلاثه وهاي بالفيه. هنا على الفيه اربعه. زوج باربعه والجو على علم. زوج بالفين هنا؟ اي زوج بالفين، واحد بالف. عاشت ايدك. اي طيور حلوه. هنا اخونا يبيع طيور رخيصه وحلوه. جوا السوق عمي تنزيلات. الله يرزقك يا طيب. جميع المحافظات قد تجينا. الله يرزقك. هلا بيك. ذني الحمر بيعه وحده زوج على 22000. شلعه وحده. طواير بحله. وهاي التور اخويا التور على 25. اذن التور الزوج 25000. امهات عيون سود على احتاج الطيب. امهات عيون سود اتشرف فيك اخويا. شلون صحتك؟ الله يخليك. بيهم مجال؟ بيهم مجال. بيهم مجال 25000 الزوج وبيهم مجال. اذني بسارق مكعكلات سعرهم 100000 بيضات. هاي الارافل بيعه وحده زوج 15000. العدد ايش قد اخوي؟ جوه فوق؟ الفوق والجوه العدد 30 تك. 15 فحل و15 طيره. نهايته 15 اخويا؟ نهاية الزوج 15000 سطح واحد. طواير وفحله ارافل. بين هذا ارفلي باصفر. وينه؟ والنيشان مالتهن ارفلي باسود. الزوج 15. هنا عنداويات ودماكش. اي زوج يعجبكم سعره 15000 محل سيد نور. وهذا الدش النفاق. نفاق نفاق واحده ب 30000. نفاق ب 30. وذني عنداويات ودماكش زوج على 15000. هذني الشوامل سعر الزوج 15000. بيعه وحده. حجي ثلاث طواير ثلاث بحله؟ ثلاث طواير ثلاث بحله. نهاية الزوج 15000. بيعه وحده. حمام شاملي. يا هنا طيبين من متابعينه وجايين يشترون من حسين المولى. شوف كله حلال نظيف ومتزاوج. هذا اللي بيش حسين مباعنا اخوي ب 30000. غندوره افريقي مزاويه. حسين ينصحكم؟ طبعا ينصحكم ويبيع لكم؟ طبعا. لو يبيع لكم مرضى؟ لا طبعا ينصح. قولوا قدام عمي لا حد يخاف. لا رخيص عمي. رخيص؟ عمي حسين المولى طيب. زوروه المحل مالته بغداد جديدة ورقم تليفونه موجود مع باقي الأرقام. هذني غنادير متزاوجات مباع عن هذا الطيب ب 30000. شايف ألف خير بيه. وهنا أخوكم حسين المولى راح نسوي جولة بالمحل مالته. شلونك قلبي؟ شخبارك؟ شلون الأخبار؟ الحمد لله. مشتركين يشوف دير بالك عليهم. يا طيب. والله بعينه والله. يوم زواجك أبو علي. وأنت حاضر يا حبيبي زواجك. حبيبي. عين أبو علي. هذني على شقد؟ 12. زوج 12؟ سلام ورحمة الله. هذني سعر الزوج 12000. طيور حب عاديات. هذني وياهن بناتهن ترزير عراقي. سعر الزوج 15000. مايات كبار وياهن بناتهن. Thank you.
هذني طيور حوض وربيات وبيهن كورة. سعر الزوج 40,000. هذني ترتيبات سعر الزوج 20,000. عين نهايتي؟ نهاية الزوج 20,000. عنده وجبة مال أسماك جديدة جايبها. عين حسين هاي الجولد فيش على شقد؟ 15. أسماك الجولد فيش ومايات الزوج 15,000. محل حسين المولى. عيني وهذا الببغاء 10. زوج 10. زوج 10,000. أسماك الببغاء وحشي والأنجل على 10. زوج 10. أسماك الأنجل والزوج 10,000. والقرش زوج 50. أسماك القرش الوحشي زوج 50,000. خشناب ذني. عيني هذا الكوبي زوج 2,500. 4 سمشات و5,000 كوبي. والكناس زوج 5. 7,000. زوج 7. كناس زوج 7,000. والكوبي 4 سمشات و5,000. عيني هذا الجولد زوج 5. هذني جولد فيش زوج 5,000. عيني وهاي الفايتر فايتر سعر الواحد 5,000. عيني هذا الأوسكار على 10. يا هذا الولد سوي زحمة عليك الساعة الثالثة. الله يرحمه العزيز. عيني هذا الجيش هذا على 10. زوج 10. أوسكار زوج 10,000. عيني هذا الريت كاب هذا على 8,500. زوج 8,500. جولد فيش ريت كاب. عيني والمولي 4,500. أسماك المولي 4 سمشات و5,000. هذا الحصود كيس على 2,000 للحوض. والرمل الكيلو بيش حسين. الرمل هذا الألوان مالته الكيلو 1,500. هاي الملاعيب مال الأحواض الوحدة 5,000. محل حسين المولى. هذا حسون تلقون محل حسين المولى سعره 50,000. فول على التغريد. هذا البلبل سعره 45,000 مع القفص محل حسين المولى. هاي البلابل صيد جديد مال بدرة تلقوهن بمحل حسين المولى. خشنات التاك 50,000 وبي مجال. مو حسين 50,000 وبي مجال. طوارة ذني على التغريد اخويا. على التغريد بلابل طور الواحد 50,000 وبي مجال. على التغريد سيناريات طوالة على التغريد. محل محمد ناجي بغداد جديدة. أي كناري يعجبكم هو القفص سعره 45,000. يغرد تسمعه الله تاخذه. هذني الفناجس جامبو زوج 30,000. بهم مجال وبهم مجال. فناجس عاديات الزوج بعشرة وبهم مجال.
هذا الحمام القمري الزوج 25,000. براكية أخضر هذا النزوجين 90,000. براكية أخضر هذا مو؟ ببغاء البراكية الأخضر هذا النزوجين 90,000. وهذا الدرة نيبالي هذا؟ هندي؟ هذا درة هندي سعره 250,000. ما عاد بسيطة. يصفر وكح يعني وكح. اي هذا درة وكح هذا يصعد عليد وليف بس مرات بيخوفه يصفر من الواحد. هذا تلقوه يا محمد ناجي هذا سعره 125,000. هذا يصعد عليد بس يعاف بيعض. هذا كوكتيل الشكري زوج 75,000. غندورة أصفر زوج 50,000. أخوان ملاحظة ما يصير تطبقون أو تزاوجون الغندورة الفشار ويا الروز يطلع عن البنات مالتهن عقيمات ما يتكاثرن. هاي الغنادير الصفر زوج 50,000 محل حسن الورد سوق بغداد جديدة. صحيح اذا تطبق الروز على الفشار يطلع عن عقيمات بناتهن؟ ها حبيبي معلومة صحيحة. هذا اللي نفس الشعر من جارة سواد وعقيمات ما يتكافر. هذا اللي هاي ضنب 50,000. هذا اللي 45. هذا اللي 45,000 مخاليف جاهزات مال بيت دني. هذا المايات على 50. هذا المايات المايات على 50,000. هاي بزونة أليفة تلقوها محل حسن سعرها 75,000. حامل أخويا تريد تجيب هاي تريد تجيب شيرازية أخويا قطة شيرازية سعرها 75,000 أليفة مال بيت بلاش 75,000. ذني بشات سعر الزوج 8,000. ذني شوية كبار وهذني زوج 5,000.